نبدأ حلقتنا اليوم من المستقبل، ورحلة إلى المستقبل يأخذنا إليها مسلسل باب الجحيم الذي بدأ عرضه على منصة شاهد في آي بي منذ أيام. تدور أحداث قصته في بيروت في عام 2052، حيث يعيش المواطنون تحت نظام القمعي وتتغير حياة رجل يعيش حياة منعزلة عندما يجلب خلل تقني امرأة هاربة من النظام إلى منزله. المسلسل من بطولة سينتيا سامويل وآدم بكري وسعيد سرحان، فادي أبي سمرة، ويمنى مروان، وريم خوري. انضمت إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية سينتيا سامويل وآدم بكري بطلا مسلسل باب الجحيم. صباح الخير. يسعد صباحكم. عندكم يمكن مساء الخير. نايمين لسه. صباح النور. لسه هيناموا. أهلا وسهلا فيكم. يعني مسلسل هو يعني الجديد والأول من نوعه بالدراما العربية اللي بيكون فيه استشراق للمستقبل وأداء تشويقي بمستوى عالي جدا. خلينا نبدأ معك يا سينتيا، يعني أنت بتجسدي دور عليا في أكشن، في أداء تشويقي، خبرينا عن هذه الشخصية، كيف أديتيها وكيف تحضرتي لها فعليا؟ هلأ دور عليا كان كثير تشالنجينج لإلي صراحة، فيزيكلي وإيموشنلي، لأنه كان في كثير تحضيرات. ووقتها أنا عرفت عن المسلسل قعدنا أنا والمخرج أمين درة وحكينا كثير عن كيف بدنا شخصية عليا تتطور بالمسلسل وتبين، فكان في ليفلز لتحضيرات عليا، وكنت عم بتمرن بنفس الوقت على بوكسينج وستان ترينينج وكذا شغلة، فكان ميكس بين الاثنين وهيك طلعت عليا. طيب اكيد طبعا، يعني خلينا نذكر ان هذا المسلسل اوريدي يعرض على شاشه شاهد وموجود وفي حيكون جزئين. خلينا اسالك ادم، يعني هذه التجربه الاولى في اجواء الدراما العربيه، كيف وجدتها خاصه انت جاي من خلفيه مختلفه، اوروبا وامريكا وافلام سينمائيه؟ والله كانت تجربه عظيمه، يعني كانت رجوعي للعالم العربي، لانه اول فيلم عملته عمر وغبت في اوروبا وامريكا 10 سنين، وهيك رجعت مع باب الجحيم للعالم العربي، فعندي شعور حماس كبير وفخر طبعا اتعاون مع اخوان صباح على منصه شاهد مع امين الدره، كثير متحمسين الحمد لله. طيب خبرونا أكثر عن الاستوديوهات الخاصة اللي بنيت خصيصاً لهذا المسلسل، لأنه تم الاستعانة بفريق، بمدير تصوير إيطالي مثلاً، بفرق من برا لتساعد بهذا الموضوع. صح، بعتقد اللي جربوا يعملوه الصباح وشاهد عم بيفرجوا انه نحن بالوطن العربي قادرين نعمل شيء بمستوى كثير عالي، مشان هيك قدرنا نجيب عالم من برا من هوليوود يخلونا نخلي هذه الكرييشن تتحقق. استثمار كبير في مواهب من كل العالم، بناء استوديو ضخم، يعني اول مره يمكن بنشوف هيك شيء بالعالم العربي. يعني حتى كان حقيقي للدرجة كنا نحن نوصل على الاستوديو نحس حالنا إنه دغري نتحول على شخصياتنا بالمسلسل، قد ما هالقد حقيقي مبين. كان شعور عن جد كأنك بسجن. طيب خلينا نروح ونتابع مشاهد أخرى من المسلسل ونرجع تاني نكمل لقائنا. ميت هو عايش هو بالحبس
تبقى معنا عم بتعفن. اهلا وسهلا فيك. ومنهم بيسموه معتال؟ انا بسميه باب الحريه. شو رأيك إذا وصلتك بآدم؟ يكون بدوري الحرية. حركتك خيالية. شو صار؟ عليا تسمعني؟ طيب احنا شفنا يعني مشاهد قتاليه وفي اكشن وفي دراما وفي يعني جامع ما بين خليط مختلف، خليني اعرف منكم المشاهد اللي جمعتكم انتم مع بعض، كيف كانت؟ في مشاهد قتاليه يعني يمكن كانت لاول مره انتم بتخوضوها مع بعض، قولوا لنا على الاسرار اللي ما بينكم. ايوه حبيت النظره. بالضبط، ما بدناش نحكي اشياء لما نخرب انه بعد المسلسل يعرض، بعدنا هلا بالحلقه الخامسه نتكلم عن الكواليس، ما بنتكلمش عن تفاصيل المسلسل يعني بشكل عام. طيب طيب هو القلوب اللي هلا شايفينه حواليكم، هذه الكيمستري اللي قالت لنا العصفوره مثلا انه هي حقيقيه وبالحياه الطبيعيه ايضا موجوده، في شيء ما بنعرفه بدنا نقوله للمشاهدين مثلا؟ يعني الحمد لله جمعنا القدر، خلينا نقول، وإحنا اليوم فخورين نكون مبسوطين كتير إنه نكون كمان مخطوبين. قولي يا سينتيا، قولي يا أنت. دايما بنقول قد مبسوطين إنه باب الجحيم خلينا نتعرف على بعض ونوصل لهالمرحلة الحلوة بحياتنا. إذا يعني باب الجحيم أصبح باب الحب اللي جمع ما بين سينتيا وآدم، وإن شاء الله يعني نفرح فيكم. العرس إمتى إن شاء الله؟ مستعجلة مروه. آه يلا بسرعة، ما فيش وقت، إحنا في عصر السرعة، وصلنا ل 2052، فيش وقت. أكيد مش هنستنى. قريب إن شاء الله، قريب. حلو. طيب يعني ردود الأفعال حتى الآن كيف جاءت على المسلسل بما إنه ينعرض الآن على شاهد؟ ردود حلوة لحد كتير منيحة كتير صراحة، ومبسوطين انه كمان كتير من الـ younger generation عم بيحسوا انه شو هالمسلسل اللي حابين يحضروه ويتابعوه، ونحن هذا كان كمان من الهدف تبعنا. نحن يعني خلص وقتنا، بس خبرونا شو رأيكم بالمسلسلات اللي عم تنعرض على المنصات الرقمية مثل شاهد في اي بي وغيرها؟ صراحه نحن كثير حابين قد ايه في مثل فاريشن بالمسلسلات، يعني بنلاقي من كل الانواع المسلسلات بالوطن العربي، في منهم نحن هلا عم نتابعهم كمان بنفس الوقت، وقصص قويه وجريئه. لا منصه شاهد بالنسبه لنا شيء كبير، بالنسبه للعالم العربي بحس شيء كثير مهم. نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله موفقين في المسلسل، ونشوفكم كمان في مسلسلات اخرى تجمع بينكما. شكرا جزيلا لك سينتيا سموئيل وادب بكري بطل مسلسل باب الجحيم او باب الحب بما معناه. مشاهير نقلوا قصص حبهم من موقع التصوير إلى الحقيقة وكللوها بالزواج. النجم توم هانكس تجوز من ريتا ويلسون بعد أن تقابلا في فيلم فالنتيرز في عام 1988. نجم سلسلة أفلام الرجل الحديدي روبرت داوني جونيور تزوج سوسن ليفين عام 2005 بعد أن تقابلا في فيلم غوثيكا. النجمان المصريان أحمد حلمي ومنى زكي تزوجا عام 2002 وما زال وهج الحب مشتعلا بينهما لغاية اليوم. إيمي سمير غانم وحسن الرداد بدأت قصة حبهما خلال مشاركتهما في فيلم زنقة ستات وتزوجا عام 2016. تزوج الممثل بوراك من الممثلة فخرية أفجين في عام 2017 بعد انتهائهما من تصوير المسلسل الذي تشاركا بطولته وهو
مسلسل طائر الحب. نختتم بالقصة الأشهر، الزوجان اللذان أطلق عليهما لقب برانجلينا. أنجلينا جولي وبراد بيت بدأت علاقتهما بعد فيلم مستر أند ميسيس سميث، وتزوجا عام 2014 ولديهما 7 أطفال. لكن لم تكن للقصة نهاية سعيدة، فقد شرعت جولي في إجراءات الطلاق عام 2016، ومنذ ذلك الحين دخل الاثنان على نزاع على حضانة أطفالهما. You don't dance. It's just part of my cover, sweetheart. Was sloth part of it too? Ow. You think this story's gonna have a happy ending? Happy endings are just stories that haven't finished yet. Newly formed. I'm breathless to hear it. You killed this. Provocative. You approached our marriage like a job, something we recon planned and executed.